السلامة، كثر ما سمعت عن الالتزام بالأطباق الصحية في رمضان صارت تخاف تسوي أي أكلة شعبية. هي. منو اللي قالك إن الأكلات الشعبية مو صحية سلامة؟ ها؟ بعطيك مثال الثري. هذه الأكلة إذا تقدمينها مع شوية تمر وسلطة يصير عندك إفطار كامل غني بكل العناصر الغذائية. أه. ويمد الصايم بكمية كبيرة من السوائل اللي موجودة في الخضروات والمرق. كل 100 جرام من الثريد التقليدي فيه حوالي 215 سعرة حرارية مع 7 جرامات من الدهون، 13 من البروتين، و24 من الكربوهيدرات اللي جاي من البطاطس وخبز الرقاق. وعشان تخلي الثريد صحي أكثر زيدي فيه أنواع الخضروات مثل البامية، الكوسة، اللوبيا، الحمص وغيرها. واختاري اللحمة اللي ما فيها دهون، وإذا كنتي تبين تحضرين الثريد بالدياي فلازم تختارين صدور الدياي من دون جلد. وأنصحك تقليل البهارات لتفادي الحرقة وعسر الهضم والشعور بالعطش بعد الإفطار. أما اللي يبون يرقبون وزنهم فما يكثروا من أكل خبز الرقاق. بارك عليكم الشهر وعساكم دوم صحة وسعادة.